المشاركة في المعارض النوعية دي بتساعد أولا بتعريف المسعفين والبارميديكس المساعدين بالنسبة للإسعاف في الدولة بالمنتجات الجديدة وأحدث تكنولوجيا موجودة في العالم، اوكي ازاي يقدروا يستعملوها وازاي يتعاملوا معاها بسرعه، لان انت حاجه زي ما حضرتك تعرفي بالنسبه للاسعاف الوقت بالنسبه لهم عامل مهم جدا، فالدقيقه بتساوي حياه بني ادم. فكل الاجهزه التجهيز وكل الحاجات الموجوده هتلاقيها في المعرض هتلاقيها بتاكد على حاجه واحده الا وهي الوقت، ازاي تنقل او تعمل خدمه للمريض في اسرع وقت. هي السنه دي اول مشاركه لنا في المعرض، وان شاء الله هتكون في السنوات القادمه على طول مشاركين فيها ان شاء الله. تنظيم محترم جدا ومنظم جدا، احنا متعودين على المشاركه في المعارض في دبي وفي كذا بلد تانية، بصراحه التنظيم على اعلى مستوى.